السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع ربح مال من البيتكوين عن طريق زيارة المواقع ومشاهدة إعلانات وعن طريق فوست اللي هي كل 15 دقيقة أو كل نص ساعة على حسب، ومن الريفرال بس طبعا مش هنتطرق ليه، ده 10% ريفرال كوميشن على كل واحد تجيبه من أصدقائك. دلوقتي هنخش على الموقع، هتضغط على جوين ناو، اسم الموقع 9btc.xyz، هنقول ليف. بعد كده بيقول لك اكتب الايميل والباسورد وعيد كتابه الباسورد وحل الكباتشه، دي لو انت عايز تغير الكباتشه، بس هي ما فيش الا كباتشه واحده اصلا. بعد كده بتقول له ساين اب ناو، ده بدون اي تسجيل ولا بدون اي شيء ولا تفعيل ايميل، على طول بيدخل لك على الموقع. انا عندي حساب طبعا، فاقول له لوج ان واحل الكباتشه، قول لي ريمبر مي عشان يتذكرني. اول حاجه دلوقتي الرصيد عندك بالانس، ده الرصيد الرئيسي، وديبوزيت بالانس او رصيد الايداع لو انت اودعت، وتوتال ريفرال الناس اللي جم عن طريقك. اول حاجه لو انت نزلت تحت شويه بيقول لك الويزدرو اقل حد للسحب 100 ساتوشي، اللي ما يعرفش ال1000 ساتوشي عاملين 1 دولار دلوقتي. طيب دلوقتي انتر يور فوسيت باي بي تي سي ادريس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتعمل حساب في محفظه اسمها فوسيت باي زي البير كده، بس انت بتعمل عليها محفظة. بعد كده بتعرف حسابك عن طريق انك بتضغط على من جوه المحفظة على كلمة اسمها ديبوزيت او ايداع، بعد كده بتختار عملة بي تي سي اللي هي البيتكوين، وبعد كده بتضغط على العنوان اللي هو مكتوب في الاسفل تحت كلمة بي تي سي، بيتعمل له نسخة، بتقول له هنا كليك يمين ولصق على طول، وبعد كده بتكتب الكمية اللي انت عايزها ما لا تقل عن 100 ساتوشي وتقول له ويزدرو. النقطة هنا في الموقع بواحد من 100 ساتوشي، يعني عشان تجيب 1000 ساتوشي يبقى عايز 10,000 نقطة تقريبا، 10,000 نقطة هحسبها لكم، 100,000 نقطة، لازم يبقى معاك 100,000 نقطة عشان تجيب 1000 ساتوشي. فطبعا ده مبلغ كبير، هنشوف هنجيبه ازاي. هنضغط على فوسيت اول حاجة على اليسار هنا، فوسيت او السنبورة تلقائيا، عايزين نعرف هو كل قد ايه، بيقول لك كل دقيقة في الإعلان ده. هتحل الكباتشة وتضغط على لك الجسور، هنضغط عليها ونقول له تحقق، هننزل تحت ونقول له collect your reward أو اجمع مكافئتك، يعني good job حصلت على 10 نقاط، وبيعد دقيقة، وبعد كده كل دقيقة تقدر تعمل كده، ليك 35 مرة تقدر تعمل بيه. تمام. طيب دلوقتي دي أول حاجة نربح بيها من الموقع. تاني حاجة BTC Ads أو زيارة المواقع، بس طبعا ما فيش ولا موقع. طيب في حاجة تانية، في حاجة اسمها Short Links Wall أو حائط الاختصار الروابط، بيقول لك ده هنقدر تقدر تعمله مرتين، ده تقدر تعمله مرتين، ده تقدر تعمله مرة واحدة، ده تقدر تعمله مرة واحدة. مثلا هنعمل اللي هو مرة واحدة ده، هنقوله Go، بيديك موقع اختصار روابط، هتضغط على Click Here to Continue، في الإعلان ده متحملش حاجة، بعد كده نقول له continue في الإعلان، بعد كده بتستنى 10 ثواني وتقول له get link، نستنى عدد الثواني ده، موضوع بسيط مفيش أي حاجة، نقول له get link، إعلان جديد، بيقول لي good job لقد حصلت على 55 نقطة، عايزين نشوف بقى الداشبورد أو اللوحة الرئيسية عشان نشوف بقى معانا رصيد كام، بقى معانا رصيد 65 نقطة. هنعمل مهمة تانية، المهمة دي هيديك 60 نقطة فيها، هنضغط عليها. انا عايز بس اسحب قدامكم عشان الموقع صادق ولا لا، ننزل تحت ونقول كليك هير تو كونتينيو، بعد كده هننزل تاني نستنى عدد الثواني، وبعد كده هنضغط على الزرار اللي في الاسفل ده، كل دي اعلانات، نقول كليك هير تو جيت لينك، نقفل الاعلان ده، نقول انفاليد كي يعني ما اتحسبش، نشوف موقع تاني، نحل الكباتشا ونقول له كليك هير تو كونتينيو، نقفل الاعلان. موضوع يصعب شويه. هنا اداك زي بلوجر فيها مقاله، هتستنى 6 ثواني في المقاله دي، هتقول له كونتينيو هنا، وبعد كده بتقول له داونلود لينك هير، بعد كده بيقول لك استنى 10 ثواني، ننزل تحت ونضغط على الزرار الاخضر ده، خلاص خلص، هقول له جيت لينك، يبقى كده انا خلصت المهمه، وبالفعل حسبها لي. اما نشوف الداشبورد بقى كام، المفروض دلوقتي عدى ال 100 كده، 180. هنبدا نسحب ونشوف الموقع صادق ولا لا. دخلنا على حسابنا في الفوسيت باي، وزي ما قلت لكم هنضغط على كلمه ديبوزيت، وبعد كده بشوف
دي كل العملات الرقمية. هتشوف اللي هو أي عملة، العملة بي تي سي اللي هي البيتكوين، مش بيتكوين كاش، في حاجة اسمها بي تي سي، حاجة اسمها بي سي اتش. احنا مش عايزين بي سي اتش، دي بيتكوين كاش، عايزين بي تي سي اللي هي بيتكوين بس. اضغط على المستطيل ده هيعمل لي كوبي، يعني تم نسخها، وارجع تاني للموقع واقول له لاصق هنا، وبعد كده بقول له ويزدرو. تمام، بيقول لي لقد تم سحب 1 ساتوشي و8 من عشرة، طبعا مبلغ بسيط جدا. هدخل بقى هنا على الصفحة الرئيسية اوفر فيو، وانزل تحت واشوف فعلا حول ولا محقق بالفعل حول 9 BTC.XYZ، تم تحويل 1 ساتوشي زي ما انتم شايفين، ادي الموقع اهو 9 BTC.XYZ، وتحول يوم 22 والنهارده 22 ونورمال بايمنت، والمبلغ زي ما انتم شايفين 1 ساتوشي. طبعا 1 ساتوشي ده مبلغ قليل جدا، يعني 1 من 1000 من الدولار، يعني مش محصل حتى 1 سنت. فطبعا مبلغ قليل جدا، وانت عملت مهمتين، يعني معلش لو انت حتى عملت ال 14 مهمة دول 14 مهمة، لو انت عملتهم برضو مش هتجيب المبلغ اللي انت متوقعه. فانا شايف ان الموقع ده موقع تعبان جدا، وموقع ما يستحقش انك اصلا تسجل فيه ولا تشتغل عليه، بس قلت اعرفكم. بس في طبعا في مواقع تانية هسيبها لكم في الرابط في الوصف اسفل الفيديو، موقع ربح مال مجربة وسحبت من عليها اكتر من مرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.